وضلها لي بشفاء العاجل حتى آتيكم بإذن الله تعالى سريعا إن شاء الله. جيد، نواصل لسنة في ثقافة الداعية لنراجع ما قلنا المرة الماضية يا إخوان. ذكرت لكم بعض المراجع الإضافية في موضوع الثقافة الأدبية واللغوية. أولا هو كتاب للإمام الشافعي في موضوع الشعر، ما هو العنوان؟ ديوان الديوان الشافعي. ديوان للإمام الشافعي. وبعد ذلك هناك كتاب لابن الجوزي في موضوع الطرائف، طرفة طرائف، قصة مضحكة، ما هو الكتاب؟ ما هو الكتاب؟ أخبار، أخبار الحمقاء أخبار الحمقاء وماذا؟ والمغفلين. المغفلين، هذا هو. اهتموا بمثل هذه المراجع لأننا في موضوع الثقافة يعني. طيب بعد ذلك هو من أجل مراجعة أريدكم أن تذكر لنا الشعر الذي فيه غلو لكن يستخدمه بعض الدعاة لمعاني ربانية، لأغراض ربانية، ما هو الشعر؟ واحد من طلاب الخارج وواحد من طلاب الفصل يذكران شعرين مختلفين، يلا أي شعر فيها نوع من الغلو لكن يستخدمه الدعاة لمعاني ربانية لمخاطبة بين العبد وربه؟ ما المثال هو على الشعر؟ أنا أستاذ في الفصل، الصف، أستاذ في الفصل، ما أنت في الفصل؟ رزق إنساني أستاذ، رزيق، جيد، أي شعر؟ أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار، ها؟ فليتك تحلو، هذا أستاذ؟ هذا واحد من هذا، وواحد آخر لطالب آخر. واحد من هذا أستاذ؟ اقرأ واحد. أقبل أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. جيد، هذا هو. وشعر آخر من طلاب الخارج، من يقرأ لنا؟ طلاب الخارج، هناك شعر لأبي فراس يمدح الأمير، أمير الحلب، يعني سيف الدولة. طلاب في الخارج لا أحد ينتبه. أنا فاقد ذاتي. لا، فايس خليل. أبو فواز في الداخل. شبيانسو، نعم شبيانسو. لكن ليس كاملا زاد. لا بأس. نعم، لو صح منك الود فكل شيء هين، فكل ما فوق التراب تراب. جيد. إذا صح منك الود، يعني إذا صح منك الود فالكل هين، وفي رواية يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. جيد، بارك الله فيك. ألن نواصل لسنة يا إخوة، سنأخذ أي ثقافة جديدة هذا اليوم؟ ثقافة الإنسانية. ثقافة الإنسانية. فهمي مجاهدين موجود؟ فهمي مجاهدين موجود؟ فهمي؟ طيب سهرمين موجود أم لا؟ أمس هناك زلزال شديد أثناء دراسة، أين سهرمين؟ وأين موجود طلاب الخارج؟ أستاذ، كيف زلزال قوي شديد يعني؟ الحمد لله أنا لست في فلوريدا أستاذ الآن، أين أنت؟ في جدة أستاذ. لذلك من منكم يبقى في فلوريس حاليا موجود أم لا؟ الحمد لله في كورياتي آمنة أستاذ مطمئنة. الحمد لله، جيد. كنت ظننتك أنك في هذا. جيد، نواصل لسنة إخوة أشباب في ثقافة الإنسانية.
Syasha mawjuda? Mawjud. Baik. Sanakhudu as-saqafa al-insaniyya bima fiha min muqaddimah wa wasaya wa tanbihat wa nubayyin lakum ihwa anna as-saqafa al-insaniyya huna yutlaq ala ilm an-nafs wa al-falsafah wa kadhalika ilm al-ijtima' wa antum alhamdulillah yani indakum dars ilm an-nafs sayla la fi hadha al-mustawa sah sahih jayyid ayu madda ladaykum ilm an-nafs madha التربوي التربوي مع الشيخ من هو عبد الرحيم دكتور عبد الرحيم اما الشيخ ياسر او ماذا يدرسكم الشيخ ياسر هذا فقه اللغه يختلف جيد فهذا يا شباب صوره لمسجدنا المحبوب قرأت يوم امس تجريدة حاله يعني حاله واتساب لأستاذ بلدان تعرفون الأستاذ بلدان خريج خريج لدوبا الماضية يعني. قال خلاصته بأننا لما كنا في الراية هناك عنظيمة صعبة وصعب خروج وقد ممنوع لكن بعد تخرجنا يعني استفدنا كثيرا من هذه الأنظمة والتربية ما أحوجنا إلى مثل هذه التربية والأنظمة التي فيها نوع من الشدة وطبعا من أدري تربية فاستفدنا لما أصبحنا هنا تخرجنا بعد تخرجنا يعني أصبحنا مشرفين ومدرسين ودعاة استفدنا كثيرا من تلك التي أخذناها يعني في جامعة الراية إذن هكذا يا إخوة إنسان بعد تخرجه من هذه الجامعة يشتاق إلى مثل هذه الأنظمة إلى مثل هذه البيئة أما أنتم ما دمتم لازلتم تنسبون أنفسكم إلى هذا إلى هذه الجامعة إذن جدير بنا أن نحسن ونتمتع بهذه العلاقة ونستفيد بعد ذلك في حياتنا المستقبلية طيب الآن الثقافة الإنسانية في صفة يا شباب 104 جيد ويعني بها أن يلوم الداعية إلماما مناسبا بأصول ما يعرف الآن باسم العلوم الإنسانية يعني علم النفس والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والأخلاق والتاريخ أما التاريخ والأخذنا بفضل الله عز وجل بعد ذلك هنا إنما أوصينا الداعية بذلك لعدة أسباب لطالبا في الخارج يقول لنا النقطة الأولى هنا يلا من باب المشاركة من يقول لنا من طلاب بسم الله الخارج. بسم الله أستاذ. نعم أستاذ لبك يا أستاذ نعم الثقافة الإنسانية ويعني بها أن وإنما أوصينا الداعية بذلك لعدة أسباب الأول إن موضوعها له علاقة وثيقة بموضوع الدعوة أو قل إن موضوعهما واحد وهو الإنسان والإنسان في الماضي أو الحاضر الإنسان فردا أو مجتمعا الإنسان مفكرا لنفسه أو مفلدا لغيره الإنسان مقلدا لغيره الإنسان منتجا أو مستهلكا منتجا أو مستهلكا الإنسان ريفيا يسكن في الريف يعني كرويا ريفيا أو منحاضرا الإنسان أميا أو متعلما الإنسان حيث كان وكيف يكون ويعلم ما كان وماذا يكون وخطب قوله بكن فيكون أي بارك الله فيك شكرا لك يا شيخ إذن أولاً إخوة إن موضوعها يعني موضوع الثقافة أو العلوم الإنسانية له علاقة بموضوع الدعوة وهو ماذا يا إخوة؟ الإنسان يا شباب حينما تقومون بدعوة الله سبحانه وتعالى في أماكن شتى هل تدعون البهائم أو تدعون الناس؟ إخوة شباب الناس على سبيل المثال أريكم مثال لأحد دعاة مشهور في تويتر وفي مواقع الاجتماعية تعرفون هذا من هذا الرجل أستاذ هلمي الأستاذ هلمي حضر
lahu safari da'wah fi Surabaya, fi Tangerang, fi Yogyakarta, fi Balikpapan. Hada ala sabili misal. Fahinama yakun bihadi da'watin fi amakin syatta huna huwa yuqabil al-bahaim wa yubaki yuqabil al-nasih. An-nas. Hada huwa. Idzalika muhim jiddan ya ikhwah anta fi da'watika illa subhanahu wa ta'ala an tafhama an tafqaha fi mawdu'i al-ulum al-insaniyah. Inna mawdu'aha lahu 'alaqatun wasiqatun bi mawdu'i ad-da'wah wa huwa al-in الإنسان. جيد. النقطة الثانية للطالب في الفصل يا فرانا. دفع. دفع. رمان. الثاني. شفاري. أريد معروف حتى يستحيل معروف. أين معروف؟ أجل سات. يلا. يستأذن سات. ماتينا بصوتك الجميل يا معروف. رقم ثاني هنا إن العلم بهذه العلوم. رقم ثاني إن العلم بهذه العلوم يعين على فهم يعين على فهم الناس يعين على فهم الناس وبخاصة الذين تتفق بهذه العلوم فأصبحت جزءا من تكوينهم الفكري ومزاجهم الثقافي وداعيه مأمور أن يخاطب الناس على قدر عقولهم وأن يبين لهم بلسانهم يفهموا عنه ولا يستطيع ذلك ما لم يكن بينه وبينهم جسر مشترك من الثقافة تقرب المسافة ويزيل الهوى أو الفجوة العقلية والنفسية بين عالم الدين المتقنين بالعلوم الحديثية. الحديثة ما شاء الله. قسم مسجد تكبير قسم مسجد. الله أكبر. الله الله. إذن الإلمام بهذه العلوم يعين على فهم الناس لأنك في دعوتك ستلاقي الناس إخوة من المهم أن تخاطب الناس على قدر عقولهم على قدر عقولكم لذلك أريكم إياه من أجمل الكتب في التعامل مع الناس والله أنصحكم بقراءة هذا الكتاب هذا من بين الكتب التي غيرت حياتي في تعاملي في معاملتي مع الناس قد تقولون إنني لدي معاملة جيدة لا بأس نوعا ما يعني لا بأس به نوعا ما فهنا من بعض الكتب التي غيرت حياتي هنا هذا الكتاب كتاب لديل كارنيجي هنا بالعربية موجود وبالإندونيسية طبعا مشكك أنه موجود كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء يعني bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain كثير من بزنس يعني تجارة شباب أصحاب التجارة الكبيرة وأصحاب الشركات يأمرون موظفيه بقراءة هذا الكتاب كثير من أصحاب التجارة الكبيرة كوتش فلان مثلا منتور فلان يأمر أعضاءه بقراءة هذا الكتاب من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هناك أرباح يعني طبعا أرباح يكون هناك omset produksi meningkat, wa'adad kada meningkat. Amma nahnu hinama naqra hadha al-kitab min ajli mana ikhwah? Min ajli an nuhsina 'alaqatana bin nas di annana fi da'watina sanataqi bi man ikhwah bil bahaim wa bil ada. Bil insan. Hatta nastati an nukhatib an-nas bi qadri 'ala qadri uqulihim. وكذلك هذا الكتاب الذي وعدناكم بإقامة دورة فيه personality plus يعني كبريباديان plus كيف تتفهم أو تفهم الآخرين بتعرف على نفسك هذا الكتاب جميل جدا إخوة فبفهم أو بقراءة هذا الكتاب ستعرف أن الناس لديه أربع شخصيات وينقسم إلى قسمين بشكل عام إما شخصية منطوية يعني introvert أو شخصية منبسطة يعني extrovert ولكل منه مميزات ونقائص يا إخوة لما عرفت على نفسك مثلا أنا أنك choleric
لديك مميزات كذا، لكن لديك أيضا نقائص في هذا الجانب، فأنت تفعل هذه المميزات نحو نجاحك وتتعامل مع النقصان لديك حتى لا تؤذي الآخرين، وهكذا بإذن الله سأشرع هذا بالدورة التي سينشئها بعض الإخوة هنا. كيف شيخ دفا؟ مستعدون؟ اللجنة مستعدون؟ إن شاء الله أنتظر دعوة يعني من هؤلاء لأجل بياني من مثل هذا، وطبعا لابد أنكم تحضرون من أجل هذا لكي تستفيدوا كيف تتعرف على نفسك. أوه ترنيت أنا ميلانكوليس، أنا ميلانكوليس من مميزاتي وكذا. بعدما شاركت في هذه الدورة تستطيع أن تحكم على الناس بمجرد تراسل، بمجرد وعان مع إنسان تستطيع أن تحكم عليه. كمو أرى نيني أنا كواليس يا، yeah. مثلها تعرف بمجرد أن تقرأ رسالته إخوة ستعرف أن هذا رجل ميلانكوليس أو أن هذا رجل كوليريس. كيف يكون ذلك يا أستاذ؟ انتظروا الموعد الذي يعني خصصته اللجنة في مشاركتكم عند هذه الدورة. إن هذا يا شباب وضعنا لكم لأجل نجاحكم في دراستكم، إن نجاحكم في معاملتكم بعضكم بعض مع أسرتكم، مع إخوانكم نفس الدفعة، مع مع أختي في الله لا يعني مع أختي في الله لا يعني، لكن مع المدعوين لديكم في دعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي النقطة الثانية، هي إن الإمام إلمام بهذه العلوم يعين على فهم مجاهدين وفهم ماذا؟ فهم الناس. فهم الناس جيد. حضرت لا في الفصل يا نامون أم لا؟ لا يا أستاذ لا. أيوة هكذا. أنا أيضا مشتاق إلى 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 فصل، لكن جسمي ضعيف يعني هنا مشكلة يعني. ثم النقطة الثالثة أنا أقرأ هنا إخوات شباب. أن لهذه العلوم في كثير من الأحيان رشحات ضارة، يعني أمراض ضارة على ثقافة المعاصرة، وسموما تفنسها في شتى المجالات لا يكاد يسلم منها كتاب أو مجلة أو صحيفة أو إذاعة أو غيرها، ومن لم يعرف مصادر هذه الرشحات يعني أمراض والسموم لم يستطع أن يقومها بأسلوب علمي رصين. لذلك كما يقول الشاعر عرفت الشر لا لشر ولكن للتوقيه. يعني هناك بعض الأمراض يا إخوة، بعض السموم تبث عن طريق العلوم الإنسانية على سبيل المثال. تعرفون ما هذا يا إخوة؟ يقولون هؤلاء لكن لكبر كواليتاس تقط إكواليتاس، هذا الذي يدعو إلى التسوية أو المساواة بين الرجال والنساء. هذا موجود أو غير موجود في بلادنا؟ موجود 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 بشعارات بدعايات بمسيرة مثل هذا في مدن الكبيرة في مواقع الاجتماعية، يدعون الناس إلى تسوية بين الرجال والنساء، إكواليتاس يعني الحق حق أساسي وفيمينيسم وما إلى ذلك، وهذا خطير جدا. على سبيل المثال إخوة، تعرفون الأخبار التي انتشرت في هذه الآونة هنا جيد؟ تعرفون هناك طالبة في أونيبرو أو في مالانج يعني هي تتحبب مع شرطي، تعرفون هذا الخبر؟ طالبة جامعة تتحبب مع شرطي ثم يعني بينهم علاقة زنا يعني، حتى إنها تحمل بعد ذلك، والرجل لا يريد مسؤولية، لا يريد تحمل مسؤولية، يأمرها بالإجهاض. ما معنى إجهاض؟ أبورسي. أبورسي. وحصل الإجهاض مرتين، تعرفون خبر هذا؟ صلاة. نعم. حصل الإجهاض مرتين، ثم في النهاية تقلق وتحزن ديبريسي ثم تقتل نفسها انتحار نعوذ بالله. في هذا الخبر الذي ينتشر، هؤلاء الناس يا إخوة من الليبراليين والعلمانيين فيمينيسم هؤلاء يعني، هؤلاء يقولون ماذا؟ هكم بلاكو بلاكو يعني الرجل أشرطي، هذا قابلا بغي قربان إلى آخره. بينما نحن الإسلام والمسلمون لما وجدنا مثل هذا نقول لابد من إقامة الحد، يعني مثل رجم مثلا، أو ليس برجم لأنه غير متزوج، إذن الجلد يعني يجلد
ونبين للناس بأن باتران هذا حرام يعني واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى مثل المتحابين مثل النكاح يعني الحب ليس في موضوع النكاح إذن باطل حب بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزواج أو النكاح هو باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يرى مثل المتحابين مثل النكاح لما قلنا لهم لابد من إقامة الحد ونبين للناس بأن pacaran حرام هم يقولون نفس الشخص نفس الأشخاص يقولون قلت له قلت له enggak manusiawi وكذا إلى آخره صحيح ولا صحيح يا إخوان صحيح جدا صحيح هنا ما تعلق ini gara-gara pacaran lama takul lahum kenapa ini mati bunuh diri kasihan banget ini gara-gara dia pacaran nih coba nih pacarannya haram nih umnya kul kuno lu kolot gak manusiawi ya kan nafsu syakhsin summa lama hada sahabar akhir ta'rifuna santriwati fi Bandung huna na'udzubillah ini huna kamu jrim ini hina ma takunu dhahiyah yani talibat santriwati haula nafsul asas yaqulun yang disalahin jilbabnya yang disalahin pelakunya yang orang Islam wal akhbar tabusu an syani hada lailan wa naharan sahih hatta innahu yaj'al ba'd an-nas yakhafuna li idkhali abnaihim wa banatihim fi ma'ahid islamiyah sahih am laysa kadhalik haula ya ikhwa haula min al-ibradiyyin wal almaniyyin fi hadha zaman yaqul huna wahid min twitter huna ketika korban pemerkosaannya pacaran dan dengan polosnya mau diajak ke hotel berduaan, kaum konsen ini bilang fokus hukum pelaku. Ketika korbannya anak pesantren, kaum konsen malah ngungkit-ngungkit korban sudah nutup aurat. Ada bu, fitnah rutin. Jadi sebenarnya mereka ini peduli kekerasan seksual atau cuma benci Islam? Ada bu, hafikan. Jadi. Ada min aina ikhwah inna li hadhil ulum al insaniyah rashahatin yani amrad wa afkar darrah ala thaqafati al muasira idan min huna yanbaghi lana nuqtina fi hadh aw na'rif shay'an ma yani min al thaqafah al insaniyah hatta nastati'a an nuwajjihahum kama yaqulu sha'ir yani araftu sharra la li sharri walakin li tawaqqihi hadhihi muqaddimah wa wasiyah lidda'iyah fi saqafati al-insaniyah ba'da hadha ya ikhwana akhtu ila tanbihat lidarisi al-ulum al-insaniyah alladina sayadrusuna al-ulum al-insaniyah al-muallifuna yunabbih lahum fi ba'di al-umur di akhir safa 104 unduru wa bidayati safa 105 wal-muallif yadkur lana 5 nuqat أولا أن هذا اللون من العلوم مهما قيل فيه يخدع لكثير من التفسيرات أنا ألخصه إخوة في الشاشة أمامكم مباشرة هنا يخدع لكثير من التفسيرات تبعا لمدارس المختلفة وغالبا من مدارس إسلامية أو مدارس غربية ما رأيكم العلوم الإنسانية في هذا الزمان مدارس غربية مدارس غربية فبالتالي المؤلف يقول هنا إخوة شباب تتسرب إليها إسرائيليات حديثة يعني علماء اليهود المعاصرين سأبين لكم بعد قليل وكما أن هذه يعني العلوم الإنسانية فيها مجال واسع للنقد والمناقشة ليس قرآن وسنة لا يقبل الاعتراض أما العلوم الإنسانية يمكن هناك مجال واسع من أجل النقد والمناقشة هذه نقطة ثالثة ونقطة رابعة طريقة العرض تتأثر بعقيدة صاحبها وفكرته وثقافته هذا واضح مثل ما بينا لكم مرة ماضية أن يعتقد ثم يستدل هكذا لو كان الرجل تأثر بأفكار الغربية سيبين لك العلوم الإنسانية بالنظرية الغربية والإسلامية غربية غربية هكذا أن يعتقد ثم يستدل هكذا غربية مثل هذا الآن أبين لكم انظر تتسرب إليها الإسرائيليات الحديثة يعني علماء اليهود المعاصرين على سبيل المثال هنا يا شباب ويلم دوركيم هذا نعم عالم خبير في مجاله لكنه من اليهود وهذا رجل أيضا معروف يعني سيغموند فرويد من اليهود كذلك كارل يانغ هذا أيضا من اليهود وهؤلاء يا شباب بمثابة أساس أو مراجع مهمة للعلوم الإنسانية في هذا الزمان
Jodoh. Tahap perkembangan psikoseksual Sigmund Freud. Atta ino yusbih maraji fi kitabati al-buhus tarikh muntanduruna huna. Helaluddin, Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Unwan bahsihi madha huna ikhwah? Psikoanalisis Sigmund Freud dan implikasinya dalam pendidikan. Untuk mana? Asbaha Sigmund Freud marja'an asasiyan hatta inda kitabatil bahs. Huna. Ma'ana min Uin Sultan Muhammad Maulana Hasanuddin Banten huna. Mia dirosat al-Islamiyah. Ma'ana Sigmund Freud hada Yahudi om nisa bi Yahudi ikhwah? Yahudi warujul yahud dan yahudi wasayati yubayyin laka al ulum al insaniyah min nahiyah islamiyah aw yahudiyah ikhwa yahudiyah nahiya al yahudiyah al ghurbiyah wa ma al asaf shadid asbaha marji'an asasiyan fil ulum al insaniyah fil kharij wa hakada ba'd tullab huna wa hum lam ya'rifu lam yadrusu mithl hadhihi al asya' wa yada hadaka al unwan li bahsihi psychoanalysis Sigmund Freud dan implikasinya dalam pendidikan. Akhirnya. Tatasarabu ilaiha Israiliyat hadisa ay ulama'il yahud al-mu'asirin. Ada Allah. Ila huna wadih ya ikhwa al-Israiliyat al-hadisa mal murad bi Israiliyat hadisa huna. Wadih. Wadih. Wataban tarifuna anna al-mu'allif mutasyaddid jiddan ini fi mawdu'i al-Israiliyat hatta inna ra'yahu fi Israiliyat mada ra'yu fi Israiliyat ikhwa ya itu yang jawas ada menjawab ya bila ada buat ya bila kifirun ila adami zawad oh ini lebih jawas 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 ada ya bila kifirun ila adami al-jawas taib wa idan ma huwa al-hal yakul huna mu'allif an tuqaddam hadhihi al-ulum li tullabi da'wah nuqta khamisah tullabi da'wah bi aqlamin islamiyatin ma'munah awalan an yakuna mutakhassisan fi ma yaktubu thaniyan an yakuna musallihan bi thaqafatin islamiyah nadijah idan hatta nastati an nuqaddim al-ulum al-insaniyah huna ya ikhwah safiyan min al-afkar al-ghurbiyyah al-haddamah wad-darrah اذا نقدم هذه العلوم الانسانيه بالناحيه الاسلاميه هذا الذي ستدرسونه اذا كنتم تواصلون دراستكم الماجستير في ويكا وامثالها يا اخوه هناك ما يسمى باسلاميساسي ساينس او اسلاميساسي علم مثال هنا يقول شيخ نقيب العطاس upaya membebaskan ilmu pengetahuan dari makna ideologi dan prinsip-prinsip sekuler sehingga terbentuk ilmu pengetahuan baru yang sesuai dengan fitrah Islam. Undur marayukum jayidan misal jayid hada. Muntaz jiddan. Jayid. Min qablu ya syabab insan yadusu al-ulum al-insaniyah bin nahiyya au bi madaris gurbiyah alati fiha afkar haddamah wa dharrah al-aqidati al-islam al-muslimin fahunaka farikun minal muslimin. Jadi, yukawinuna hadi al-ulum binandur al-islami binnahya islami atau biibaran ukhra mengemas ilmu-ilmu sains ini binandur al-islami. Wahada mengisama bi-islamisasi sains modern. Ada mujud lau kuntum tuwasiluna al-magister huna di MPD insyaAllah. Jadi, di Ibn Khaldun ada al-sabil misal. Antuqaddama hadi al-ulum litulabi dawah bi aqlamin islamiyah ma'munah ala sabil misal huna ba'd min asatidatina islamisasi sains Dr. Budi Haldianro sebuah upaya mengislamkan sains barat modern wa huna qa'idun mudarrisuna al-akhar yaitu Dr. Widodo Supraha kana yaktub pemikiran John Charlton dan panduan islamisasi sains ada wa jami jiddan Idan intahayna huna al-an min tanbihat li darisi al-ulum al-insaniyah wa fiha kam nuqtatan ikhwa shabab khamsa nuqat ay mashallah al-an ikhwa nantaqil ila safha 105 وبداية صفحة 106 هناك ما يسمى بعلم النفس أحدكم يساعدني بالقراءة
إخوة في الخارج أو في إخوة في الرايح؟ أنا أقارئ. نعم أستاذ حاضر. ديا أولا ما؟ ديا تفضل إيش ديا؟ علم النفس ولا أريد به علم النفس القديم الذي كان جزءا من أجزاء الفلسفة ولا علم النفس الذي اشتهرت به مدرسة التحليل النفسي وما إن بثق عنه من نظرية لم يقم دليل على صحتها إنما أريد علم النفس التجريبي الذي انتهت إليه الدراسات النفسية الحديثة والذي تقوم دراسة الظواهر النفسية فيه على أساس الملاحظة والتجربة والقياس والاختبار والذي يطبق على البشر لا على الورق ويعتمد على الرياضات والأرقام لا على مجرد التأمل أو الافتراض. جميل بارك الله فيك. وكما درستم في مادة علم النفس من يبين لي بشكل سهل ما المراد بعلم النفس إخوة مثل ما درستم مع دكتور عبد الرحيم من يستطيع من منكم يستطيع أن يبين لي بشكل سهل مبسط لو سئلت درست علم النفس نعم مع من دكتور عبد الرحيم يلا بين لي بشكل إيجاز يعني ما هو علم النفس يلا من يريد صواب يعني حتى فايكل أفكار يفكر أولا صواب إيه هو بسم الله سيد محاولة سيد محاولة أيه جاري يلا علم يدرس فيه طبيعة الإنسان من ناحية شتى هكذا سات أنا موجز أنا هكذا سات جاي طبيعة الإنسان جميل فهنا المؤلف يريد أن يقول إنما أريد علم النفس التجريبي ليس فقط نظريات في كلام فلاسفة التي يقوم به على أساس الملاحظة هو التجربة هو القياس والاختبار ليس فقط نظريات تقال فهنا إن علم النفس بهذا المفهوم يفيد الداعية في بعض الأمور في صفحة بعدها يا إخوة المؤلف يذكر لنا خمس نقاط في صفحة 106 أنا ألخص في الشاشة أمامكم أولا يفيده في بيان الآثار الطيبة للإيمان والتدين معنى هذا يا إخوة أن الشخص المتدين الرجل المؤمن حياته مطمئنة أو قلقة ما رأيكم إخوة يا شباب مطمئنة حقاً مطمئنة أو قلقة مطمئنة لأنه يعرف أن الأقدار بيد الله أنه ماذا كما يقول في الحديث وأعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فبالتالي لا يقلق لا يحزن على مستقبله لا يخاف لو أنه يريد الزواج بطالبة مشهورة من دفعته لا يحتاج إلى خوف وكذا أنا أخشى أن فائق الأخطار يأتي إليها قبلي أنا أخاف أنا أحزن يعني أن يسبقني رادن إكمال يعني في الإتيان إليها لا يحتاج إلى مثل هذا وأعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك dan لا يقلق لا يحزن كيف إذا كانت تجد رجلا آخر يعني قبلي أنا أخاف أنا أحزن لا يكفي هون أقدر يعني مقسومة بيد الله عز وجل هذا على سبيل المثال وثانيا يفيد في فهم كثير من النفسية في نفسية الإنسان فبالتالي لا يجوز للقاضي أن يحكم في الناس وهو غضبان هذا على سبيل المثال باقي 10 دقائق ثالثا يجده في فهما لإصرار كثير من الأحكام الشرعية لماذا الله سبحانه وتعالى يميز بين الرجال والنساء هناك حكم كثيرة جدا في صفة تالية هنا يجده فهما لإصرار كثير من الأحكام الشرعية ومن ذلك جعل القوامة الأسرة بيد الرجل ليس للمرأة فلم يكن هناك لأن أم الله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى وهذا هو رد قوي على فكرة المساواة بين الرجال والنساء يا شباب هل توافقون على فكرة المساواة بين الرجال والنساء؟ لا. وليس الذكر كالأنثى لذلك تفهمون يا إخوة مثل هذه دعوة تنتشر مع الأسف الشديد لدى الناس لحظة الشاشة لم تظهر لم لا لا لا
فجأة تنقطع. إعرار. لذا أنا أعمل ريفريش أولا. موجود. الشاشة موجودة إخوة؟ موجودة موجودة جي 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 PowerPoint موجود لكم؟ موجود موجود موجود. يزيده فهما لإصرار كثير من الأحكام الشرعية، مثلا للتفرقة بين فكرة المساواة، تشويه بين الرجال والنساء. انظروا هنا يا إخوة، هناك ما يسمى بفكرة LGBT LGB واضح، لكن T-nya هنا T، ما معنى T هنا إخوة؟ كمال؟ Transgender. Transgender هذا بمعنى أن الرجل يمكنه أن يتحول إلى مرأة، نعوذ بالله. هذه مشكلة، هذا ما يسمى بفكرة LGBT، وهذا خطير جدا في حتى في حياة العادية. انظروا هنا، يقول الشيخ أكمل شفريل هنا مدون في تويتر، أول harimu dengan membaca bagaimana para banci berkompetisi di kelas perempuan memecahkan semua rekor dan merusak segalanya. Hadza rajul yaqul samara'ah. Wa inna rajul lakinnahu transgender fabitali lama syaraka fil musabaqah tab'an bi kulli suhulah annahu yastati an yanjah fi tilka al musabaqah wa yahzimu an nisa. Ha, sahih atau sahih? Sahih. Sahih sat. لأن لماذا يستطيع أن ينجح؟ لأنه قوي ورجل، يعني بنيته قوية لأنه رجل. إن كان إن كان مثل هذا، هذا هو من أجل الرد على فكرة المساواة بين الرجال والنساء. كيف لهؤلاء ترانسجندر يشاركون مسابقة خاصة للنساء ثم يفوزون؟ طبعا لأن بنيته يعني قوية مثل الرجال، وإن كان شكل أو وجه مثل النساء، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. يكفينا قول الله سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى كالأنثى. هذا هو ما يسمى بعلم النفس. ورابعا يعينه على فهم النفسية من يدعوه من الأفراد والجماعات. وهذا انتهينا بعد ذلك من علم النفس. ثم ننتقل إخوة إلى علم الاجتماع. ننتقل إلى علم الاجتماع هنا في صفة بعدها، والعلم الذي يعني بدراسة المجتمع البشري في مختلف جوانبه. فهنا طبعا الغرب دائما يدعون ويزولون الحقيقة في التاريخ، يقولون بأن أبا علم الاجتماع هو رجل فرنسي، يعني فيلسوف الفرنسي اسمه أوغست كونت، the father of sociology. مع أننا درسنا أنه في الحضارة الإسلامية بأن أبا علم الاجتماع من يا إخوة؟ ابن خلدون. أيوة جميل، عبد الرحمن ابن خلدون، قد سبقه بمئات السنين في كتابه تاريخ ابن خلدون، وأشهر مقدمة في العالم، يعني الجلد الأول يعني مقدمة لابن خلدون هذا. توفي في سنة 808 بينما أوغست كونت هنا توفي في 1838. هكذا الغرب يدعون في مثل هذا. ثم وظيفة الداعية هنا أن يطلع على نبذة من أصول هذا العلم وأهم مقرراته وأحدث ما انتهى إليه رجاله. فيمكنكم قراءة هذا الكتاب، يعني مقدمة ابن خلدون. طيب، الآن ننتقل إلى فلسفة يا إخوة، بقي 5 دقائق، سهل جدا إن شاء الله. يحسن بالداعية أن يلم أيضا بالفلسفة واتجاهاتها المادية الروحية الوضعية، ليس من أجل الاعتناق بمذهب الفلسفي، وإنما لكي نستطيع أن نرد عليهم. لذلك هناك بعض نصائح من المؤلف هنا في الصفحة 109، أن يتمكن من فهم الأفكار الفلسفات التي جزت كثيرا من عقول أبناء المسلمين، لأننا قبل أن نحكم على شيء لابد من تصور هذا الشيء أولا. كما يقول بعض الأصوليين، الحكم على شيء فرع عن تصوري. جميل، الحكم على شيء فرع عن تصوري. قبل أن تحكم على شيء لابد أن تحيط، أن يكون لديك تصور من هذا الشيء من قبل. ثم بقى هنا
أن يتمكن من الرد على الفكر المخالف للإسلام بسلاح الفكر نفسه. لذلك كثير من علماء الإسلام يكتبون في موضوع الفلسفة حتى لا تغزو الفلسفة على عقل المسلم. على سبيل المثال أريكم إياه هذا الكتاب، هو أولا تهافت الفلاسفة، وهذا لأبي حامد الغزالي، وثانيا كتاب آخر يعني ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية، درء التعارض العقلي والنقلي. هذا لمن يريد أن يهجم ويرد على فلاسفة في هذا الزمان عليه أن يقرأ هذا الكتاب، أولا تهافت الفلاسفة ودرء التعارض العقلي والنقلي. لمن هذا الكتاب يا إخوة؟ درء التعارض العقلي والنقلي. شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية. يتمكن من الرد على فكر المخالف للإسلام بسلاح الفكر نفسه. وهكذا ما بعده هو الرابط في كل هذين كتابين في موضوع الفلسفة حتى تستطيع أن ترد على. في الأخير إخوة، هناك علم الأخلاق وعلم التربية، أما هذا يكفيكم القراءة في أنفسكم، إنما أريد أن أبين لكم النقاط التي أشرناها إليكم قبل قليل. أولا يعني قلنا وصية للداعية في ثقافة الإسلامية، يبقى فيها كم نقطة فيها يا إخوة؟ ثلاثة نقاط بداية. وكذلك أخذنا تنبيهات لدارسي العلوم الإنسانية، كم نقطة فيها؟ خمسة، بينا لكم قبل قليل. وفي علم النفس اهتموا أنتم بفوائد علم النفس. أما علم الاجتماع، من هو أبو علم الاجتماع الحقيقي؟ إيه هو؟ وفي فلسفة أيضا بينا لكم فوائد من دراسة علم الفلسفة وأهم المراجع. أولا ما هو؟ كتاب درء التعارض العقل والنقل. لمن هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعد ذلك كتاب تهافت الفلاسفة، لمن هذا الشباب؟ أبو حامد الغزالي رحمه الله. أبو حامد الغزالي. شكرا لكم على اهتمامكم وتفاهمكم إخوة، أدعو الله لي بالشفاء العدل حتى أتيكم في الفصل سريعا، وحتى نختم هذا الدرس سريعا أيضا بإذن الله تعالى. ولا تنسى الواجب تنجزون في آخر وقت يا شيخ أنوار، توثقون كيف الطلاب يدرسون هذه المادة جيد، فبالتالي يعني تضعون في مدة دقيقتين على الأكثر بإذن الله تعالى. وأنتظر أيضا من الشيخ دافع لأجل إقامة هذه الدورة استفادة يا إخوة، حتى تتعاملوا جيدا مع غيركم فوقكم الله جميعا يا إخوة. نشكر لكم على حضوركم واستماعكم واهتمامكم وتفاهمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.